المركب عمرها ما بتقف على حد. لكن في ناس لما بتسيب شغلانة ممكن تعمل لك دروب، ممكن ان هي تعمل لك دروب مهما كان مين البديل. تاني بقول لكم ان في تروس معينة في اي مكان، بالذات لما تكون تروس مهمة وتروس محورية، لو سابت المكان يحصل لك دروب، يحصل لك دروب، وده طبيعي. وصدقوني اكيد اكيد الكابتن محمود الخطيب عارف الكلام ده. طبعا تم تعيين الكابتن خالد بيبو يعني رئيس القطاع الناشئين اللي اصبح ان هو بقى المدير الكرة الجديد. وانا عايز اقول لكم ان خالد بيبو مع حفظ الالقاب طبعا هو زميل الملعب ولعبت معاه في المنتخب، وبقول لكم والكابتن سيد نفس الكلام طبعا، وسيد عبد الحفيظ، خالد بيبو شخصيه محترمه جدا جدا وراجل مخلص في عمله وراجل مجتهد وراجل ذكي، وانا بتمنى له التوفيق ان هو ينجح في المهمه الصعبه. ليه مهمه صعبه؟ مهمه صعبه لان انت لما بتريبليس او بتبقى جاي مكان حد تقيل في الشغلانه وناجح فيها، ده دايما بيحط على اي حد ضغط، بيحط عليه ضغط. ولكن يعني التناول الاعلامي والمحاوله ان انتوا الناس تكبر من الموضوع ان سيد عبد الحفيظ مشي وبتاع، انا شايف ان هي مش في مكانها. انت النهارده النادي الكبير والمكان الكبير زي ما قلت لكم بيفضل ماشي في سكته وبيفضل ماشي في طريقه. وانا متاكد من حاجه، ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لا يمكن هياخد اي قرار ابدا. وانا تاني انا بقول لكم ان هو قرار ممكن قابل طبعا بالاستشاره وكل حاجه ومفيش مشكله، لكن في النهايه هو قرار الكابتن محمود الخطيب. النهارده الكابتن محمود الخطيب لا يمكن هياخد اي قرار الا لما يكون متاكد 1000000% ان هو القرار ده للمصلحه العامه، لمصلحه الفريق ولمصلحه المكان وللارتياح النفسي للمدير الفني. خلي بالكم ان كولر راجل مدير فني ناجح جدا ومدير فني مميز، وكلنا اتفقنا ان صعب جدا ان انت تلاقي او يعني تقدر ان انت تجيب مدير فني كويس. ومدير فني كويس بقى دي حط بقى قرايه تكتيكيه، صرامه، تعامل مع اللعيبه، ذكي في التعامل مع الاعلام. كولر عنده مميزات كتيره جدا، مش سهل ان انت تخسره. لما تلاقي مدرب كويس لازم تمسك فيه بايديك واسنانك، اي نادي، مش الاهلي بس. فطبعا لما يكون الراجل ده طلب من الراجل، اكيد رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ما فكرش مرتين. حتى لو القرار خلي بالكم ممكن يبقى صعب عليه، ولكن في النهايه الادارجي الشاطر اللي بياخد قرارات حتى لو القرارات دي ممكن في وقت من الاوقات ضد قناعاته، لكن قرارات مطلوبه بياخدها، ما بيهموش حد. طبعا يعني قرار كان حواليه ضجه كبيره جدا، لكن المركب في النادي الاهلي هتفضل شغاله. وتاني انا باكد لكم ان سيد عبد الحفيظ رغم اختلافي معاه في الكثير من الامور والكثير من التصريحات وكل حاجه، ولكن في النهايه هو رجل ناجح، ولازم دي شهاده حق ان كل واحد يشتغل ويخلص ويجتهد في شغلانه بيعملها، لازم ان احنا نديله حقه، لازم نديله حقه. ولكن بعض الاخطاء الاداريه من الكابتن سيد عبد الحفيظ في الاخر خلت كولر نفسه ان هو يطلب من الكابتن محمود الخطيب بالتغيير. مفيش حد، خلي بالكم، عايز تنجح في مكان بالذات لما يكون مكان كبير وصاحب جماهيريه كبيره، مفيش شخص اكبر من المكان. لا لعيب ولا مدرب ولا اداري ولا مدير كورة ولا رئيس نادي مفيش حد اكبر من المكان. لو انت فعلا المكان عندك اكبر من اي حد، هي دي الكورة. أليكس فيرجسون
يعني في البيوجرافي بتاعه وفي الكتاب بتاعه اللي بيكتب فيه قصص كتيره جدا، قال لك انا اول لما كنت بحس ان لعيب خلاص حتى وهو جوه مخه حاسس ان هو اكبر من مانشستر يونايتد، في اللحظه دي كنت بمشيه. الكلام ده بقى بص في عز احتياجه للعيبه كبار جدا، الكلام ده عمله مع بيكهام، عمله مع رود فانستروي، عمله مع ياب ستام، عمله مع روي كين القائد التاريخي للفريق. لما حس بس اللحظه ان هو بيفكر ان هو اكبر من المكان على جنب خلاص، عشان المركب تفضل ماشيه مفيش حد اكبر من المكان، لا في الاهلي ولا في الزمالك ولا في اي مكان. اي نادي كره ناجح لازم النادي هو اللي اكبر من اي حد. فطبعا بنحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ على الشغل اللي هو عمله في منصبه كمدير كوره، وبنتمنى التوفيق للكابتن خالد بيبو في مهمته الجديده وفي منصبه الجديد ان شاء الله باذن الله. يعني رغم الصعوبات اللي هيواجهها مش تبقى مهمه سهله جدا ابدا، مش تبقى سهله.